صار مثل ما طلبت وامنيتي اتحققت. ومن بعد كل هالشهور وخاصة وقت اللي بيجي لهون بتمنى شغلات كتير، بس اليوم ومن بعد 11 بالشهر تماما اتحققت امنيتي فورا يا ابي. اجت لهون هي ضمتني وحكينا مع بعض شوي كمان يا ابني. يلا روح شوفها قبل ما تروح. هي كانت لابسه ساري لونه زهر. بترجاك رجع لنا يا عالبيت. چلتے چلتے ہم کھو جائے. ما بعرف شو عم بصير بالبيت، أنا قلقانة ومتوترة كتير، معقول الوضع صار متوتر أكتر من قبل؟ ريا كأنك متوترة كتير، أنت أخذتي بتارك منا من لما علقتي الملصقات. إيه بعرف، خلص ليك وأنا ماني متوترة. أنتوا روحوا هلأ وكملوا طريقكم. لازم روح أحكي مع عمتي، ماشي؟ روحوا. امشي يلا. يلا. ايري يا قولي. الو حياتي، انا متوتره، حتى رفقاتي لاحظوا هالشي على وشي. بس ليش؟ ليش؟ بابا بده يتاكد من كاميرات المراقبه بالبيت، وانت شكله مو فارق معك. كمان ليش مروقه كل هالقد؟ عفوا انت بالمكتب شي؟ ثانيه ثانيه استني شوي بس. ايه لا لا خليهم برا وقول لهم انه ما بيقدروا يفوتوا لعندي هلا، ببقى بخبرك وقت بدي اياهم يفوتوا. ماشي ايريا. عمتي كان المفروض انك تكوني بالبيت هلا. ايه حبيبتي شو بدي اعمل؟ كان عندي اجتماع مهم كثير وكان لازم اجي لهون، بس انت لا تعملي هم، رح ارجع على البيت تقريبا بعد شي ساعة بالكثير. انت قلتي لي انك رح تحلي كل القصة. عمتي الوضع بلش يتوتر أكثر من الأول وأنا كثير قلقانة وماني عم بستوعب إذا البابا بيعرف إنه بخصوص هذا الموضوع. الصراحة ما في شي منيح، وأنا رحت لعند الفني كرمال قرشي وحاولت كثير إني أقنعه لهالفني، بس شو كان اسمه؟ ماهيش. ايه بس هو كان معند وما قبل انه يساعدنا ابدا. مين ما قبل يساعده؟ ايه ببقى بحاكيك استاذ شارما. شو كنت عم تقول؟ في عندك اجتماع وهذا هو الملف وعليه كل الملاحظات، اقريهم. ماشي. آليا بنصحك لا تعملي شيء. مو انت هلا طلبت اني اقرا الملف و... ما قصدت الملف، قصدت ريا. بوراب انت ليش اخترت موضوع ريا هلا؟ بدك نتخانق؟ كنا بنقدر نتخانق بخصوص اي شيء تاني، نحن اصلا ما في اشطر منا بالخناقات، صح؟ مو شرط يكون في موضوع، بيقولوا انه المتزوجين ما بدهم حجه، بيقدروا يتخانقوا على اي شيء. لا تتجاهلي الحكي اللي قلته، انا بعرف انك عم تعملي شيء ماله منيح. انا اجيت لقلك لا تسوي الشيء اللي عم تعمليه لانه غلط وبس. فهمني شو ما لازم اعمل بوراب، كون واضح بالحكي اللي بدك تقوله. بدك اياني يعني يكون واضح؟ نزل التردد الجديد لزي الوان 11277، الاستقطاب راسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.